عمره أكثر من 1400 عام. هكذا حولت صواريخ الطائرات الإسرائيلية المسجد العمري أقدم المساجد في مدينة غزة والعالم، الذي تبلغ مساحته نحو 4100 متر مربع، إلى دمار غير معالم حرم المسجد وما فيه. قبل ما يدمروه طلبوا منا النزوح، طلبوا منا نطلع من المنطقة، فطلعنا من المنطقة رجعنا لقيناه بالدمار هذا. يعني المسجد هذا يعني قديم جدا، يعني أنا بوعمل وأنا طفل تمام وإحنا بنصلي فيه، أثري عمره أطول من عمر الاحتلال، عمر المسجد هذا أكثر من 2000 عام، يعني لم أعلم بأي ذنب قصف. منذ بداية الحرب وحتى نهاية عام 2023 فقط، دمر الاحتلال 380 مسجداً، من بينها 140 مسجداً بشكل كلي. أما الكنائس فكان لها نصيب من الدمار. هذه واحدة من ثلاث كنائس يعود بناؤها لما يزيد على 1000 سنة، دمرتها إسرائيل في محاولة لتشويه شواهد تاريخية في فلسطين. أجعل غزة غير قابلة للحياة، سواء للفلسطينيين الذين يريدون أن يعيشوا بسلام، أو حتى تدمير الأماكن الدينية، سواء من مساجد أو كنائس أو مراكز تحفيظ، وحتى المدارس والمستشفيات وحتى البنية التحتية تم تدميرها. المساجد والكنائس التي يواصل الجيش الإسرائيلي تدميرها تعود للعصر الفينيقي والروماني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الدينية. تتعمد إسرائيل باستهدافها للمساجد والكنائس إخفاء صوت الآذان وأجراس الكنائس، لكن الشواهد من مناطق غزة تقول إن الناس ما زالوا يؤدون صلواتهم ولو على أنقاض الأماكن الدينية رغم دمارها. لبرنامج من حقي، سامي برهوم، ترتيع عربي، قطاع غزة.